ديما عندي واحد زايد بلا نحيته اليوم خلاص عطينا نعطيو ان شاء الله وجهه السلام عليكم. ككل السفريات يعني نعرفوا احنا السفر الى دغالي افريقيا يكون صعيب. الحمد لله انه الاداره خصت رحله خاصه بالنسبه للفريق في هذه على بالنسبه لهذه المواجهه اللي نظن راح تخلينا نحضر كما ينبغي هذه المباراه. اكيد من الناحيه الفنيه المباراه مش راح تكون سهله، خاصه انه الفريق الغاني نظن يعني من بين افضل الفرق الغانيه هناك في الدوري الغاني. نحاول ان شاء الله انه نقوم بالواجب تاعنا في هذه المباراه الاولى، لانه ما تنساوش انه تنتظرنا ايضا مباراه ثانيه في حملاوي. نتمنى انه نكونوا حاضرين وتكون المجموعه كلها مركزه على هذه المباراه. النقطه الايجابيه هنا انه حتلعبوا مباراه العوده في حملاوي، كيف تشوفها يعني سهله صعبه؟ لا هو ماهيش حتى وانه تكون عندك مباراه عوده، لكن دائما نقدر نقول المفاتيح التأهل تكون في المباريات الأولى، خاصة في يعني في الظروف اللي راح نلقاوها في غانا. فدائما نعتمد أيضا على المباراة الأولى اللي راح تكون هي بوابة التأهل إن شاء الله بالنسبة لفريقنا. مش راح يكون بالمأمورية سهلة، ولكن راح نحاول أن نعود بنتيجة إيجابية تخلينا على الأقل في حملاوي نعرف كيفاش نواجه هذا الفريق في المباراة العودة إن شاء الله. والله غياب في الحصة الأخيرة بسبب الإصابة ربيعي اللي أصيب في الحصة الأخيرة، وأيضا طوسين مشكل إداري مع طبسوبة أيضا لاعب المستقدم الجديد، فهذو ثلاث لاعبين راهم غايبين خارج التعداد. بالنسبة يعني للمناخ لا خلاص احنا لا أكيد احنا نعرفوا كل شيء. الحين احنا حضرنا مباراتنا من كل جوانب خاصة من هذا الجانب، فنحاول إن شاء الله أنه نتأقلم مع الوضع خلال هذو اليومين القادمين لخوض المباراة إن شاء الله في أحسن ظروف. الحمد لله يا ربي رانا رايحين الغانا إن شاء الله باش نلعبوا في الدورة التمهيدي ثاني إن شاء الله. لي جوار راه موعين بالمسؤولية اللي تسنى فيهم، على بالنا باللي مقابلة ما راحش تكون سهلة. إن شاء الله نروحوا نحققوا نتيجة إيجابية اللي تخلينا في العودة إن شاء الله
نقطع تأشيرة التأهل إن شاء الله. تعدي تاعنا لاباس به مع الخدمة إن شاء الله، برب إن شاء الله نقولوا كلمتنا في البطولة في كأس الكاف إن شاء الله. الحمد لله جددت في النادي عن قناعة، الحمد لله جيت راحتي هنا مع أخاوتي ومام اللاعبين تاع الموسم الماضي. ان شاء الله نقدم اضافه الموسم هذا ان شاء الله، وباش نفرحوا الانصار تاعنا ان شاء الله. ان شاء الله الانصار على بالنا باللي ماشي راح يبخلوا علينا، على بالنا باللي ديما واقفين معنا، نطلبوا منهم يجيو يساندونا في بدايه الموسم بقوه ان شاء الله، وان شاء الله في لافين سيزون نفرحوهم ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، ما نخفاش عليك عندنا صفر يا الغانا، انا راح تكون مقابله صعيبه امام خصم من درسناه يعرف يلعب كره قدم. ان شاء الله احنا عندنا افضليه اللقاء العودة يكون في مدينة تاعنا إن شاء الله هنا في الجزائر. إن شاء الله سيون جيبو بوريز طابش لعبوا آلس في الرتو إن شاء الله. وين غانا وين شفنا بزاف لي زيكيب راحوا يلعبوا تما تاعنا، شامل الفرقين راحوا يلعبوا وين يجيبوا ريزيلطا. إن شاء الله احنا رانا معولين باش نجيبوا ريزيلطا باش إن شاء الله في الرتو نكونوا آلس في الماتش تاعنا أحسن طينا إن شاء الله ونتأهلوا ندخلوا لي جروب إن شاء الله. الحمد لله وين لا بليبار كاع صحابي لعبت كونطرهم بزاف، ما كاين صحابي كاين اللي مدينه تاعي، اجواء نورمال ما كانوا معايا في المنتخب المحلي لاعبين الحمد لله دعوه هانيه والله ما كانت سبب. وين واحد اولا نشكر كاع اداره اللي اتصلوا بيا ومشي غي ويفاق سطيف كاع الفرق اللي اتصلت بيا، وان ربي كتب لي مكتوب كان في شباب قسنطينه يخفاش عليك، انا كنت نلعب في ايكيب مليحه وان كرون كلوب وصرحت ان كرون كلوب ثاني ان شاء الله يكونوا حسن الظن ثقه تاع الانصار واداره والمدرب اللي اصر عليا ونشكرهم ان شاء الله في اخر ان شاء الله. ما كان دوك طاهر ما ماشي لازم ندير مجهود اكبر، وان انا داير ثقه في روحي الحمد لله. انا في مول الجزائر حصلت على البطوله في اخر الموسم وشاركت في بين كاس الجزائر والبطوله وشاركت في 31 مقابله، والحمد لله دروك ربي ما كتبش رتم الفارق مول الجزائر ونسني ثاني في ايكيب كبيره وان شاء الله نكون عسان ظن عن حسن ظن الانصار وكاع الاداره اللي دارت فيها ثقه ونسيو نقدموا الاضافه ان شاء الله. بون السلام عليكم، التنقل غادي يكون غدا ان شاء الله للغانا، ان شاء الله نروحوا للغانا باش نقدموا مباراه في مستوى ونجيبوا التاهل من تما ان شاء الله يا ربي. التعداد راه تقريبا 80% تاع العام اللي فات، وين زادوا لاعبين معنا من بينهم فتح الله طاهر ولاعبين اخرين كما اشرف بودرامه ان شاء الله يعاونونا ان شاء الله في هذا العام ان شاء الله. بون نشكر الانصار بزاف تاع شباب قسنطينه وننتظروهم ان شاء الله في مباراه العوده ان شاء الله يعملوا لنا الصاد ان شاء الله. السلام عليكم، اليوم ان شاء الله انا رايحين ساحل الجيم بازول تما بغدو ان شاء الله يكون عندنا فور سبيسيال غانا، ان شاء الله احنا رايحين بكل عزيمه باش نجيبوا التاهل من افريقيا ونجيو باب نتيجه ايجابيه الله ان شاء الله. نشوف تعداد لاباس به من كل الجوانب سواء الدفاع الهجوم نص، عندنا فريق تقدر تقول درك 3 سنين احنا ولا 4 سنين احنا مع بعضنا، ان شاء الله احنا رانا كعائله واحده ان شاء الله باش نشرفوا هذا القميص العريق تاع النادي. ان شاء الله نقول لهم يساندونا ان شاء الله ويوقفوا معنا كيما دائما، وان شاء الله نفرحوهم في كل البطولات ان شاء الله. السلام عليكم، المباراه الثانيه ان شاء الله في تصفيات كاس الكونفدراليه، المباراه حضرنا لها جيدا يعني اسبوع كامل وحنا ان شاء الله اسبوع كامل وحنا نشتغلوا مع اللاعبين، التعداد جاهز 100%، ان شاء الله نروحوا نديروا نتيجه ايجابيه في غانا. الحاجه السلبيه هو الاصابه تاع ربيعي في الامس في التدريبات، يعني اليوم منقوصين من خدمات ربيعي في المقابله هذه، لكن اللاعبين اللي راح يعوضوا ان شاء الله يكونوا جاهزين 100% ويقدموا مباراه كبيره ان شاء الله. والله الحمد لله بالنسبه للتعداد ديجا 80% 80% ليفيكتيف اون لا غاردي تاع العام اللي فات كي اون تيرميني سور لو بوديوم. En plus, il y a eu des renforts de qualité, notamment Mouaki, Tahar, Tapsoba, Boudrama et j'ai Tosin, donc j'oublie peut-être quelques-uns. Je pense qu'on a un groupe complet, homogène, qui a envie de travailler ou qui a envie de relever les défis, Inch'Allah. Inch'Allah, le but, c'est le but du tour des groupes.
ونمشوا خطوه بخطوه. الهدف الاول هو نتيجه ايجابيه في غانا ان شاء الله اللي تسمح لنا ممكن بالتاهل بخاطر المباراه العوده عندنا هنا في قسنطينه ومع الجمهور تاعنا ان شاء الله نديروا نتيجه ايجابيه ونتاهلوا لدور المجموعات. ومن بعد دور المجموعات ان شاء الله عندنا الوقت باش نحضروا كما ينبغي ان شاء الله. ان شاء الله نديروا كل ما في وسعنا ان شاء الله باش نحققوا نتيجه ايجابيه في غانا وننتظرهم في مباراه العوده ان شاء الله. للدعم تاعهم راهو راح يعود بنتيجه ايجابيه ان شاء الله على المباراه وعلى نتيجه المباراه.